نكمل مع بعض هنا بقى اللي هي نيوتريشن جايد لاينز للانفلاماتوري باول ديزيز. انفلاماتوري باول ديزيز ايه بقى جايد لاينز اللي احنا المفروض نعملها في التغذيه؟ هنعمل لازم ياخد الاكل اللي هو ما بيعملوش حساسيه ويل توليريتد، تمام. تاني حاجه ما بيضايقوش ولا يتعبوش، وبنديله اوميجا 3 فاتي اسيد في سبلمنت، وبنديله بريبايوتكس وبروبايوتكس، وبنديله فايبرز، ونشوف اللاكتوز انتولرنس هل هو عنده لاكتوز انتولرنس ولا لا. لو ما عندوش بياخد الاكل اللي فيه لاكتوز عادي. بعد كده بنقول ان احنا ممكن ان احنا في السيفير كيسز ممكن هو عنده التهابات، فعشان عنده التهابات بنعمل باي باس للحته اللي فيها التهاب، يا بالانترال فورمولاز يا اما بالبارنترال نيوتريشن لغايه لما الدنيا تتحسن عنده، وبعدين يرجع ياكل تاني. بنستعمل بارنترال نيوتريشن امتى؟ في السيفير ديزيزز او في الابستراكشن او عنده انسداد، لغايه لما نتعامل مع المشكله دي، بعد كده يرجع ياكل بالانترال تاني. طيب الجزء الثاني اللي هنتكلم عليه هو بالنسبه للكلينيكال نيوتريشن في الهيباتوبيليري والبنكرياتيك ديسوردرز، الكبد والجول بلادر والبنكرياس. ده شكل الكبد والبنكرياس والاناتومي بتاعهم والجول بلادر والاثنى عشر اللي هو الجوجن، لان احنا عارفين ان العصاره الصفراويه اللي بتتفرز من الكبد والعصاره البنكرياسيه اللي بتتفرز من البنكرياس، الاثنين دولت بيصبوا في الجوجينا في الاثنى عشر وبيكملوا الهضم الاكل. طيب ايه الفسيولوجي والفانكشن بتاع الليفر؟ الليفر ده عباره عن ايه؟ الليفر ده اكبر اورجان موجود، لارجست جلاند. احنا واخدين على ان احنا في عندي القناه الهضميه وعندي ملحق بيها غدد، اكبر غده فيه هي الكبد، ده حوالي الوزن بتاعه كيلو ونص، وبيبقى فيه اتنين لوبس، فصين، فص كبير وفص صغير. الفص الكبير اللي هو اليمين والفص الصغير اللي هو الشمال. بيبقى سبلايد بايه؟ ب تو سورسز من الدم، بالهيباتيك ارتري والبورتال في. طيب الكبد ده بيفرز ايه؟ بيفرز البايل اللي هو الصفرة. ايه مواصفات الصفرة؟ الصفرة عبارة عن ثيك فيست فيسكس فلويد، تخين لزق كده وبيجي بيتفرز من الكبد، وبيبقى ستورد في الحوصلة المرارية في الجول بلادر، وبعدين بيتفرز في الاثنى عشر في الديودينم لما بيكون في أكل في دهون محتاج يتهضم، فبيتفرز عشان يهضم الدهون الموجودة. يعمل ايه؟ بيحول الدهون لإيمالسيفايز. إيمالسيفايز يعني ايه؟ مستحلب، عشان المصارين تقدر تعمل له ابزورشن. طيب ايه الفانكشن بتاع الكبد؟ الكبد العظيم بتاعنا ده اللي لما بيحصل له فشل بيحصل فيه ارتباك في الجسم، يعمل ايه؟ ايه الوظائف بتاعته؟ تمثيل غذائي للكربوهيدرات، ميتابوليزم في كربوهيدرات، تمثيل غذائي للبروتين، للدهون، بيحوش وبيعمل اكتيفيشن للفيتامينز والمينرالز بتاعت الايه؟ الجسم. بيعمل فورميشن اكسكريشن للبايل العصاره الصفراويه. بيحول الامونيا اليوريا، الامونيا دي لما بنقول ان احنا بنكسر البروتين بيجي في النص في عندي مركب اسمه الامونيا. هو الكبد بيحول الامونيا دي لمركب تاني اسمه يوريا. الامونيا دي سامة لخلايا المخ. فهو عشان كده لما بيحصل عندي فشل في الكبد بيحصل بنشم في النفس بتاع العيان ريحه الامونيا، وبنخاف عليه من الانكفالوباثي ومن الكوما اللي بتحصل في الامراض الفشل بتاعه الكبد. ميتابوليزم اوف ستيرويدز، ستيرويدز اللي هو الكورتيزون واخواته. طيب ديتوكسيفيكيشن اوف سبستنسز، يعني كل الادويه اللي احنا بناخدها وكل الاورجانيك كومباوندز اللي بناكلها بنقول انها بتروح يحصل لها ديتوكسيفيكيشن في الكبد. فانكشن از ا فلتر اند فلود تشامبر، يحصل فلتر لكل الاكل اللي احنا بناكله والادويه اللي احنا.
طيب النيوتريشن ايشو ان اكيوت ليفر ديزيزز، انا عندي دلوقتي لو في حاجه حاده، مرض حاد من امراض الايه الكبد، هنتعامل معاه ازاي؟ الامراض الحاده اللي هي في الغالب انها فيروسيه، فيرال هيباتايتس، بتعمل انفلاميشن اوف ذا ليفر سيلز. تمام، عندي فيروس A، عندي فيروس B، عندي فيروس C، فيروس D، فيروس E. الهيباتيتس A بنقول انها انفكشن فور، يعني ايه؟ يعني بتيجي من عن طريق البق، فيكو اورال، يحصل الانفكشن في الستولز، بتنزل في البراز وبيحصل كونتامينيشن وبناكلها عن طريق الايه الفم، بنسميها فيكو اورال. Minor agents such as Epstein-Barr virus, the cytomegalovirus, and herpes simplex also can cause an acute hepatitis. يعني بس دولت بنسب قليلة الفيروسات دي. يبقى ال acute liver disease كلها viral infections و الماجوريتي بتاعتها بتبقى virus A و B و C و D. طيب ال medical nutrition therapy لل viral hepatitis. الفيرال هيباتيتس بنقول adequate and balanced nutrition take لازم عشان الاميونيتي، ما دام مفيش complications بنديهم adequate and balanced nutrition، وبنديهم fluids intake adequate fluid intake بالذات لو عندهم حرارة عشان الحرارة ما تزيدش. If complicated by hepatocellular jaundice، لو العيان بتاعي ابتدى يجيله صفرة، use food containing median chain triglycerides. تمام؟ طيب multiple micronutrients especially fat soluble vitamins must be supplied if complicated by long standing hepatocellular jaundice. لو الصفرة ابتدت تزيد بتقعد مدة طويلة فلازم نديهم supplements للفيتامينز. تمام، انما لو ما فيش complications وما فيش jaundice وما فيش حاجة بندي لهم adequate balanced fluids كتير. طيب النون الكوليك فاتي ليفر ديزيز definition بتاعه، هيبقى فيه مشاكل او امراض في الكبد بس مش نتيجه للالكول، مش نتيجه للخمور. Non alcoholic fatty liver disease is a spectrum of liver disease، ده definition بتاعه، ranges from steatosis or steatohepatitis and cirrhosis، يا اما نتيجه للصفره، مشكله في الصفره أو مشكلة في الالتهابات، أو بيحصل سيروزز اللي هي تليفات. It involves the accumulation of fat droplets in hepatocytes. إحنا عارفين إن الخلايا بتاعت الكبد مش خلية، هي بتبقى عبارة عن مجموعة من الخلايا بنسميها hepatocytes. وكان lead to fibrosis، الaccumulation بتاع الدهون ده ممكن إن هو في الآخر يعمل لي تليفات fibrosis وسيروزز. And even hepatocellular carcinoma ممكن تنتهي بأورام في الكبد. ده اللي هو الفاتي ليفر أو الناش أو السيروز. طيب الماكرو أند مايكرو نيوترينت ريسك فاكتورز فور النون ألكوهوليك فاتي ليفر ديزيز. طيب الدايت، الفات دايت، ترانس فات اسيدز والساتوريتد فات، فراكتوز، الهاي جلايسيميك اندكس فود، كولا برودكتس، كل دي المفروض ان احنا نبعد عنها. والدايت لو من نروح ناحيه فين؟ نروح ناحيه الاوميجا 3 والناتشرال كونجوجيتد لينوليك اسيد اللي هو الاوميجا 6 والبري والبروبيوتكس. الميديكال نيوتريشنال ثيرابي نعمل ايه؟ بنديهم ماكرو اند مايكرو نيوترينز ريسك فاكتورز بنفيتس 10% ويت لوس، عشان لو هم تخان جالهم فاتي ليفر فبنقلل من على الكبد. لو فات دايت، لو ساتوريت بالذات الدهون المشبعه، ترانسيت فاتي اسيدز، بنديهم لو فراكتوز دايت لان الفراكتوز بيتحول لفات برضو في الليفر، لو جلايساميك اندكس فود عشان كل ده نقلل الدهون من على الكبد، وبنديهم البري والبروبيوتكس ريتش فود، وكونفليكتنج داتا الكافيين مش معروف قوي
الايه في نقاش عليه، لما مش معروف قوي ان هو نقلله ولا ما نقللوش ندي، بس عموما ان احنا طافيين بنحاول ان احنا نقلله، ما بنمنعوش بس نقلله، ما بنديش منه كتير. لو حصل بقى كل ده في كومبنسيشن، انما لو حصل سيروزز او اند ستيج ليفر ديزيز، ده الديفينيشن بتاعه ايه؟ ليفر سيروزز از بروسيس اوف ليفر سيل ديجنريشن اند فايبروز. المفروض ان بيحصل الخلايا بتاعه الكبد اللي بيحصل لها ديجنريشن بيحصل لها ريجنريشن تاني، انما هنا في الحاله دي بيحصل ديجنريشن فولود باي ايه فايبروزز، ما بتجيش تتجدد بقى بخلايا كبديه ثانيه، لا بتتجدد بالياف fibrous tissue followed by regeneration nodules. It is an end stage condition. Nodules كلها fibrosis وبتبقى خلاص، يبقى خلايا الكبد دلوقتي خلاص اتدمرت وبقت end stage condition، ما بتقومش بالوظيفة بتاعتها. الcomplications لو أنا عندي دلوقتي end stage، هيبقى في portal hypertension، زيادة في الضغط البورتال، ويحصل لهم ascites استسقاء، إديمة، تبقى إديمة في الجسم، هايبوناتريميا، الصوديوم بيقل، هيباتيك انكيفالوباسي، وده اللي قلنا عليه قبل كده إن هيحصل هيباتيك انكيفالوباسي. يعني إيه؟ يعني في سموم بتبقى موجودة ما بتحصل لهاش ديتوكسيفيكيشن لأن الكبد مش شغال، وبالتالي بتأثر على خلايا المخ، فبنلاقي العيان بتاعنا بيبتدي يحصل الفترة اللي هي قبل الكومة، قبل ما يحصل يدخل في الغيبوبة، يبتدي يتوه زي ما يكون بينام ويصحى مش مركز. فدي بتقلنا نقوص الخطر على ان هو خدوا بالكم يا جماعه العيان ده ممكن يدخل في كوما ويدخل الرعايه، هو دلوقتي قاعد في وسط اهله مش ممكن ان احنا نلحقه، انما مش ما دخلش في كوما لسه، يحصل له انتفاخ. دي الكومبليكيشنز. ميديكال نيوتريشن ثيرابي لليفر سيروزس والاند ستيج، النيوتريشن اسسمنت الاول نشوف مونيتور للنيوتريشن اسسمنت بايه؟ بنشوف الويت، نشوف الانثروبومتري بتاعنا، طيب الدايتري انتيك بياكل ايه، ونعمل اسسمنت للاكل بتاعه، ونعمل نشوف التحاليل بتاعته وايه اللي ناقص عنده في النيوتريشن عشان نعوضه. النيوتريشن ريكويرمنتس بنعمل الانرجي ريكويرمنتس للايه؟ لو انا ما عنديش اسايتس ولا عندي اسايتس. بالنسبه للانرجي لو انا ما عنديش اسايتس بنديله زياده 120% ل 140% من الريكومندد انرجي. طيب لو في اسايتس او انفكشن او مال ابزوربشن بندي ايه؟ بنزود شويه. الكربوهيدرات ليبيد بروتين اند فيتامينز ماست بي كالكوليتد، لازم نعمل لهم كالكوليشن ونعمل لهم كوركشن بس نشوف الوظائف وصلت لغايه فين. نيوتريشن تريتمنت للكومبليكيشنز، لازم انا عندي دلوقتي اسايتس هعالجها ازاي؟ بالتغذيه، عندي بورتال هايبرتنشن، عندي هيباتيك انكيفالوباسي، عندي هيباتوسيلر جوندس، ايه الاكلات اللي هي بتساعد على ان الحاجات دي ما تزيدش بالعكس انها تتحسن. طيب احنا خلصنا دلوقتي الكبد، في الكبد ملحق بالجول بلادر اللي هي الحوصله المراريه. الكوليستيزس اول حاجه، الكوليستيزس ستيزس يعني ايه الديفينيشن بتاعها؟ اذا كونديشن ان ويتش ليتل اور مور بايل از سيكريتد اور فلو اوف بايل انتو ذا دايجستيف تراك از ابستراكتد، يعني هيحصل ايه؟ يا اما يحصل ابستراكشن خالص للدكت، او ان جزء قليل من البايل بيبتدي ينزل للجدران. في عندهم مشكله بيحصل في ستيزز للايه؟ للبايل جوه الايه؟ الجول بلادر. طيب في حاجه تانية بتقابلنا برضو في بالنسبه لامراض الجول بلادر اللي هي الجول ستونز اللي هي حصاوي المراره. الديفينيشن بتاعها بنقول ان الجول ستونز از ذا فورميشن للكالكولاي، اول جول ستونز فورم وذين ذا جول بلاد، بتبقى موجوده في الجول بلاد. ايه الكومبليكيشنز بتاعتها؟
in the absence of bile ما بتنزلش الايه الصفرة في الامعاء، الليبيد ابزوربشن از امبيرد، ولا بيحصل فيه هضم، الدهون ما بتحصلش فيه هضم وبالتالي ما فيش امتصاص. And without bile pigments, stools becomes light in color. البراز بيبقى فاتح. بعد كده بنقول لو هي uncorrected يبقى in jaundice and liver damage، هيحصل liver damage لأن البايل هيبتدي يرجع لإيه؟ للبلوك. البايل هيبتدي يرجع للليفر تاني. Obstruction of distal common bile duct can lead to pancreatitis. تمام؟ يرجع يعمل البايل يطلع بقى على الليفر أو يطلع على البنكرياس. لو طلع على البنكرياس يعمل لي التهاب في البنكرياس. يعمل له irritation. Medical nutrition therapy for gallstones. أنا عندي دلوقتي حصاوي في الإيه؟ في الجول بلادر. High dietary fat intake over a prolonged period may predispose a person to gallstones. قاعد ياكل في دهون، ياكل في دهون لمدة طويلة، هيحصل له ايه؟ هيحصل له حصاوي في الايه؟ في المرض. تمام؟ Rapid weight loss لو هو كان تخين قوي وابتدى يخس قوي بسرعة هيبتدي يحصل له gallstone formation برضه. طيب لو في ريسك فاكتور فور كوليسترول ستونز، الجول ستونز دي معظمها بتبقى كوليسترول ستون، وبتبقى فين؟ بنقول ان هو بتبقى في الفيميلز اكتر، ولو هم تخان في الناس التخينه اكتر، في الناس اللي سنها اكتر من 40 اكتر، في فاميلي هيستوري ممكن، في انفلاماتوري باول ديزيز، دراجز، حاجات كتير بتعمل بتساعد على الجول ستونز دي انها في الامراض دهيت بنقول ان هو فات ريستريكتد دايت، فات ريستريكتد دايت، فبنقول ان احنا بنديهم ايه 40 جرام فات، في ما بتكترش الفات في الاكل، يعني عندهم مشكله. طيب بالنسبه للبنكرياس، ايه الامراض بتاعت البنكرياس اللي بتقابلنا؟ بنكرياتايتس، البنكرياتايتس دي اللي هي التهاب في البنكرياس، الديفينيشن بتاعه عباره انفلاميشن اوف ذا بنكرياس. طيب الكاركتر بتاعتها العيان يحس بإيديما، سيلولار اكسوديت، فات نيكوز. تمام؟ يا اما بيبقى البنكرياتايتس دي بتبقى اكيوت او كرونيك. فحسب ما هي ايه بنتعامل معاها؟ هل هي اكيوت ولا كرونيك بنكرياتايتس؟ طيب ميديكال نيوتريشن ثيرابي للبنكرياتيك ديزيز، بعمل ايه بالنسبه للتغذيه؟ تمام؟ لو أنا عندي acute pancreatitis بتعامل معاها إزاي؟ بمنع خالص الأورال فيدينج والأنترال فيدينج، ما بستعملش القناة الهضمية خالص في الأكل. بستعمل الأول IV، بستعمل محاليل الأول لغاية لما أحسن acute pancreatitis دي. تمام؟ لو أنا لو ابتدت الموضوع تتحسن يبقى أنا بستعمل ببتدي استعمل الاكل اللي بالاورال فيدنج او بالتوب فيدنج. تمام؟ بستعمل ايه؟ بستعمل الاكل اللي هو ايزلي دايجستبل والدهون قليله واكلات صغيره حوالي 6 وجبات وادكوت بروتين انتيك، البروتين ببتدي احسن فيه. لو هو كرونيك بانكرياتيتس بنقول ان احنا بروفايد اورال دايت ان از اكيوت الأول بمنع الأورال وبعدين بأدي بعد كده بدي أورال وبعدين بدي سبلمنت من الفيتامينز وبالذات الفيتامين بي 12. وببتدي لما ببتدي الأورال ببتدي زي حالات الأكيوت ما أنا ابتديت الأورال برضه easily digested وفات لو فات وبنقسمها لست وجبات وادكوت بروتين، كل ده بنعمله في الكرونيك وبنديله كمان supplementation للفيتامينز اللي هم ناقصين.
دلوقتي احنا خلصنا البارت الثاني من المنهج بتاعنا، والجزء اللي بعد كده هيبقى البارت الثالث. احنا بنشكركم طبعا، ونبتدي في الجزء اللي جاي ان شاء الله على الايه الميديكال نيوتريشن ثيرابي فور دايابيتس ميليتس والهايبوبلاسيا.